والنصوص في هذا كثيرة على أن تعليم وتبليغ العلم من أجل العبادات، بل يظفر الإنسان بخيرات عظيمة في المسند وسنن أبي داود والترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ، وفي رواية عبدا، سمع مني حديثا فحفظه حتى يبلغه، بمعنى أن النضارة والنور والسرور يكون على وجه من يبلغ شرع الله عز وجل، إضافة إلى أنه بهذا التبليغ يحصل على نظرة النعيم في الآخرة، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. لكن تبليغ العلم ونشر العلم إنما يكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لا ببدع ولا بآراء ولا باستحسانات.